محطات قطار ببعض المدن للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. فليتفضل أحد واضع السؤال. السيد الوزير، أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية برنامج إعادة تأهيل محطات المسافرين سواء من حيث جودة الخدمات أو من حيث جمالية المباني، إلا أن بعض المحطات لم تستفيد من هذا التأهيل، وعلى سبيل المثال محطة قطار سطات. إذن ما هي التدابير المتخذة لبرمجة تأهيل بقية المحطات القطار الغير مؤهلة ومن بينها سطات؟ شكرا السيد النائب. تفضل السيد الوزير. الرئيسة، سيد النائب، شكرا سيد النائب على طرح هذا السؤال المرتبط بتأهيل محطات القطارات. هذه المحطات اللي تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للحياة اليومية لمستعملي القطار، ولكن أيضا بالنسبة لتأهيل الفضاءات المجاورة لتلك المحطات. وبالمناسبة المكتب الوطني للسكك الحديدية عنده برنامج طموح لتحديث المحطات من الجيل الجديد، مسجلا قطيعة مع مفهوم المحطة كمجرد نقطة عبور، ولكن أيضا اعتبارها فضاء مندمج في محيطها الحضري يوفر عروضا وخدمات مبتكرة. ومواكبة لمشروع الخط الفائق السرعة الرابط بين طنجة والدار البيضاء، قام المكتب ببناء 4 محطات للقطار من الجيل الجديد، وهي طنجة والقنيطرة والرباط والدار البيضاء المسافرين. أما فيما يتعلق ببرنامج تأهيل المحطات التي لم يتم تحديثها بعد، فتجدر الإشارة إلى أنه قد تمت برمجتها بغلاف مالي يقدر ب 250 مليون درهم، ويتعلق الأمر بعدة محطات ومنها محطة مدينة سطات إن شاء الله. شكرا. شكرا سيد الوزير. تعقيب السيد النائب. شكرا سيد الوزير على التوضيحات التي تجسد بالفعل إرادتكم القوية في التغيير وإصلاح وإعطاء نفس جديد للسكك الحديدية وللنقل برمته. سيد الوزير، أملنا كبير أن تخرج جميع المحطات المتبقية لحيز الوجود. للأسف، لأن الساكنة أخذها اليأس، لأن هذه البرمجة هذه المحطة ديال السطات كانت من المفترض أن تكون تخرج لحيز الوجود في 2018. هذه ليست مسؤوليتكم، مسؤولية الحكومة السابقة، لأنها كانت عدة وعود كل سنة كنتسناو بأنها غتبرمج هذه السنة، ولكن للأسف لم تكن. ولكن الآن احنا نثق في هذه الحكومة ومأكدين بأن كيف ما قلتوا غتخرج هذه محطات القطار الوجود الباقي المتبقية. شكرا جزيلا. شكرا سيد النائب. هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل سيد النائب. السيدة الرئيسة، السيد الوزير، كنلاحظ السيد الوزير بأنه شبكة السكك الحديدية لا تواكب النمو الديموغرافي اللي كاين في بلادنا هسا. فعلى سبيل المثال هاد لي فيل ساتيليت بحال طمنصورت في الجهة نتاعتنا في مراكش ولا تامسنا، كنلقاو بأنه سكك حديدية اللي كيمشيو من هاد المدن الصغرى باش يدخلوا لمراكش ولا يدخلوا للرباط ولا غادي تساعد بزاف المواطن، ولكن لحد الان مازال ما شفنا حتى حاجه من هذه الناحيه هذه، وغادي يكونوا مدن اخرى حتى هما كيتعلق بهم الامر. ثانيا، نقطه اخرى على المنطقه تاعنا، الاقليم تاعنا، كنا كننتظروا واحد السنتر لوجيستيك سيدي بوعثمان في الرحمنه سنين هذه، وهذا السنتر لوجيستيك غادي يساعدنا على التشغيل، غادي يساعد المنطقة، غادي يساعدها بواحد الصفة غريبة. فتنطلبوا منكم سيد الوزير باش تسرعوا هذا المشروع باش حتى الساكنة تلقى تشغيل جديد. شكرا سيد النائب. شكرا سيد النائب. هل من تعقيب آخر إضافي آخر؟ تفضل سيد الوزير. بالنسبة للقطار كوسيلة ربط بين المدن وليفيل ساتيليت، هذا يجب دراسة الحلول، وتنظن بأنه ورش الجهوية المتقدمة غادي يعني يمكننا من إيجاد حلول جديدة، لأنه المكتب وحده ما يمكنلوش
تكلف بهذه التوسعه هذه. بالنسبه للمحطات اللوجستيكيه كيف قلت في التدخل السابق، وحده من الاولويات ديال الوزاره ان شاء الله هي تسريع ديال بدايه تهيئه المحطات اللوجستيكيه، وبالطبع المنطقه ديالكم غادي تكون من المناطق اللي غادي نقوموا بهذا التسريع فيها ان شاء الله. شكرا.